للمزيد من المتابعة معي الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. كلمنا عن الاكتشاف ده بالتفصيل. هو طبعا الاكتشاف ده يعتبر اكتشاف أثري مهم جدا، لأن دي من أولى المقابر التي تكتشف في جبانة العساسيف، والتي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى. عصر الدولة الوسطى زي ما سيادتك ذكرت هو فترة من الفترات المزدهرة في مصر القديمة. احنا عندنا ثلاث فترات مزدهرة كبار: عصر الدولة القديمة اللي هو عصر الأهرامات اللي هي خصوصا أهرامات الجيزة خوفو وخفرع ومنكورة، وعصر الدولة الوسطى اللي هو بيبدأ من النص الثاني من الأسرة ال11 مع الملك منتحتب نبحب إتراع ومنتحتب الثاني، وبتتغير العاصمة من منف إلى الليشت. وطبعا كان في دعم بيلقونه من منطقة المهمة جدا اللي هي طيبة اللي هي الأقصر حاليا، والعساسيف جزء من الجبانة الصودية. عادة المقابر اللي طلعت من العساسيف بترجع لعصر الدولة الحديثة ومن العصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر، لكن احنا نلاقي حاجات من عصر الدولة الوسطى، فيعتبر يعني كشف مهم جدا، بيضيف لنا معلومات كثيرة جدا عن العقائد الجنائزية والدفن في هذه الفترة، خصوصا زي ما سيادتك ذكرت ان في عدد كبير جدا من الدفنات اكتشف، فضلا عن اللقى الأثرية والحلي وكل الموجودات الأثرية التي وجدت مع هذه الدفنات. طبعا يابسه مصريه امريكيه مشتركه، وده شيء مهم جدا لان في تعاون وثيق بيننا وبين الجانب الامريكي، وكذلك كل البعثات الاجنبيه اللي في مصر بتشتغل مع مجلس الاثار. ودي كل الاكتشافات دي ما بتطلع كل يوم استاذ محمد، بتضيف سطر لتاريخ الحضاره المصريه خصوصا عن الفترات اللي احنا بتبقى عندنا معلومات قليله عنها. طيب دكتور حسين، المحتويات بتاعه المقبره زي ما قريت في الخبر ان هي بتضم هياكل عظميه لرجال ونساء واطفال، زي ما قلنا في الخبر ان هي تقريبا مقبره عائليه. المحتويات بتاعه المقبره يا فندم، وده بيفيد في ايه ان هي مقبره عائليه بالنسبه لحضراتكم وبالنسبه للتاريخ الفرعوني؟ هو طبعا لما سيادتك بتقوم بدراسه هذه المقبره، خصوصا ان هي مقبره عائليه او مقبره جماعيه زي ما سعادتك تفضلت، بنقدر نعرف بقى التتابع الاسري لهذه الاسره والعلاقات البينيه، مين الاب مين الام مين الابن، سبب الوفاه، ماتوا عندهم كام سنه حضرتك، ايه الاكل اللي كانوا بياكلوه. فيبدا بقى علماء الانثروبولوجي يشتغلوا على هذه الهيكل العظميه او المومياوات، بيطلعوا لنا معلومات مهمه جدا بتضيف لينا يعني معلومات قيمه عن الفتره، عن الاشخاص، عن النظام الغذائي، عن العقائد بتاعه الدفن، عن اسباب الوفاه، عن عاشوا لحد كام سنه. كل ده مهم جدا جدا بحيث ان حضرتك تيجي تدرس الاقصر في عصر الدوله الوسطى، تحديدا في عصر الاسره ال 12، نبدا نعرف معلومات قيمه عن هذه الفتره من خلال هؤلاء الافراد. ودول افراد، فده الجميل في الامر برضه، لان زي ما سعادتك عارف اغلبيه الاثار اللي بتجي لنا اثار ملكيه، لكن صحيح. لما بتجي لنا اثار تخص افراد، فاحنا بنحاول نكتب تاريخ الشعب سواء الطبقه الدنيا او الطبقه الوسطى او الطبقه العليا التي لا تنتمي للبيت المالك، بحيث يبقى احنا عندنا معلومات قيمه عن كل طبقات مصر وليس الطبقه الملكيه الحاكمه فقط. اكتشاف المقبره يا فندم بياخد منكم وقت قد ايه؟ والله هو حضرتك ممكن تكون محظوظ، ممكن تقعد كارتر قاعد يشتغل خمس سنين لما طلع توت عنخ امون، ممكن حضرتك تضرب الفاس كده تلاقي المقبره طالعه، فحسب الحظ وحسب الحفاير والطبقه السطحيه والاثار بعيده عن الارض قد ايه. ممكن سيادتك بتحفر في مكان بعيد عن الاثار وتقعد تحفر في حته فاضيه، لكن لما تبقى قريب لهذا الاثر ممكن تكتشفه في شهر شهرين. يعني يا دكتور حسين، اكتشاف المقابر او اكتشاف الاثار ده مش يقع وفق خطط علميه ولكن يقع وفق الصدفه فقط؟ لا، خطط علميه طبعا، بس حضرتك يعني حضرتك ما بتحفر في حته عندي مثلا مساحه رجيم او رمل كبيره جدا، فابدا اخد شهر او شهرين على ما اتخلص من هذه الطبقه السطحيه الى ان اصل الى الطبقه الاثريه، فممكن في اكتشافات عن طريق اللقى والمصادفات زي ما سعادتك ذكرت، لكن الحفائر العلميه لها سيستم ولها سيستم، بس ممكن حضرتك بتحفر تطلع مثلا جبانه، ممكن بتحفر في سيتلمنت يعني تجمع سكني، ممكن حضرتك بتحفر في منطقه معابد، ممكن ما بين حضرتك وبين المكان اللي المفروض فيه الاثار مسافه متر او مترين وسيادتك بتوصل له بعد فتره، فالموضوع بيبقى مخطط بشكل علمي بالنسبه للبعثات الاثريه العلميه، لكن هناك اكتشافات احيانا بتطلع نتيجه الصدفه، مثلا كوم الشقافه في اسكندريه 1900 عفوا عربيه كارو ماشيه الحمار رجله غرزت، اكتشفنا هذه المقبره. وادي الموميات الذهبيه في اكتشافات كثيره جدا، يعني كارتر برضه اكتشف حاجه اسمها دفنه الحصان في البر الغربي للاقصر،
من عهد الملك من صحات ابناء بحيره رأى وطلع التمثال بتاعه الشهير الموجود في المتحف المصري في التحرير، الحصان بتاع كارتر جرس في هذا المكان اكتشف هذه الدفنه وطلع هذا التمثال. حاجات كتيره زي كده بتخضع للصدفه صحيح في المناطق الاثريه الغنيه، لكن في مناطق عاده ما بيبقاش فيها اثار بالشكل يعني الواضح، فبتتعب قوي قوي كاثري عشان تطلع الاثار. دكتور حسين انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمه.